أهلا طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وتمام. اليوم حنشرح البلاست كانسر بالبارت 2 من سلسلة البلاست. البلاست كانسر مهم لأنه كومن. حتشوفون ردهات الجراحة مليانة كيسات بلاست كانسر، وحتنتبهون إن هواي من الحالات حتيجي ليت وعندهم بور بروجنوسز للأسف. أول شي راح ناخذه هو الإيتيولوجيكال فاكتورز. شنو الريسك فاكتورز اللي تزيد الريسك مال بريست كانسر؟ أول فاكتور مذكور عندنا هو الجيوغرافي. خلينا نعرف على صفحة وناخذ باقي الفاكتورز ونرجع له بعدين. It will make sense in a bit. خلينا نشوف الأيج. المرية كل ما تكبر بالعمر كل ما يزيد الريسك مال بريست كانسر عندها، والعكس صحيح. نشوف إن البريست كانسر is extremely rare before the age of 20 years. فالفاكتور كومن سنس عندنا هو الجندر. أكيد يعني الفيميلز حيصير بيهن أكثر، بس يبقون الميلز يشكلون 0.5% من الحالات، وهاي النسبة تنحفظ. فاكتور عندنا الأخ هو الجينيتكس. إذا المرأة عندها أقارب من الدرجة الأولى هم عندهم بريست كانسر، كأنه تكون أم أو أخت أو بنت، فهالشي عرضها هي إنه هم يصير عندها بريست كانسر. شافوا انه اكو certain genes associated with breast cancer، وذني الجينز they account for about 5% of cases of breast cancer. هذا الرقم هم ايضا ينحفظ. الدايت، العلماء ايضا لاحظوا انه الدايتس اللي قليل بيها phytoestrogens تعرض للبريست كانسر. الفايتوأستروجينز مواد كيميائية موجودة بهواي فواكه وخضروات، نشوفها بالتفاح، بالعرموط، بالخوخ، بالبقوليات، بالسمسم إلى آخره. فالدايتس اللي ما بها فواكه وخضروات وأكل صحي ممكن تعرض إلى بلاس كانسر. نقطة أيضا مهمة إنه الألكوهول كونسومشن همين حيزيد الريسك. الإندوكرينال فاكتورز هاي كلش كلش مهمة، حطوا لي جواها خط. إحنا عندنا فد قاعدة جوهرية، واحدة من وظائف الأستروجين بالجسم إنه يحفز the growth of breast tissue. فإذا صار excessive estrogen due to any reason احتمال يصير عندنا excessive or abnormal growth of breast tissue اللي بدوره يتحول إلى cancer. فقاعدتنا الذهبية شو تقول؟ إنه شكو condition تزيد مستويات الأستروجين بالجسم راح تزيد الريسك مال breast cancer، والعكس صحيح. شكو شيء يقلل الأستروجين حيقلل ريسك الكانسر. زين، هسه خلينا نشوف شنو الكونديشنز اللي تزيد الاستروجين وشنو اللي تقللها. اللي تزيدها اول وحده هي النالي باريتي. نالي باريتي معناها المريه ما صاير عندها حمل قبل. البريجننسي از بروتكتيف اجينست بريست كانسر. المراه من راح تحمل راح يزداد عندها هرمون البروجستيرون، وراح يقل عندها هرمون الاستروجين، فبالتالي راح يقل الريسك مال كانسر. الأوبيسيتي أيضا، الأوبيسيتي أو الإكسسيف فات تشو بالجسم عنده القابلية أنه يحول الستيرويد هرمونز بالجسم إلى أستروجين. من حيحولها حيصعد الأستروجين وراح تصعد الريسك عندنا. Long term exposure to hormone replacement therapy، المرأة من تدخل منوبوز احتمال ينطوها هرمونز حتى نقلل من أعراض المنوبوز. فالهرمون ريبليسمنت ثيرابي بي استروجين واحتمال يصعد الريسك مال بريست كانسر. زين، شنو الكونديشنز اللي تقلل الاستروجين وبالتالي تقلل الريسك مال بريست كانسر؟ البريست فيدنج. البريست فيدنج حيصعد هرمون البرولاكتين. من يصعد هذا الهرمون حيسوي انهبيشن للاستروجين ويقلل مستوياته، وبالتالي هم راح تقلل الريسك مال كانسر. having a child at an early age، مثل ما قلنا انه البريجننسي راح تقلل الاستروجين. late menarche and early menopause، خلينا نشوف هاي شنو. menarche معناها اول دوره تنزل عند الفيميل من تدخل مرحله البيوبرتي. احنا مستويات الاستروجين شو وقت تكون عاليه عند الفيميل؟ من البيوبرتي لحد المينوبوز. هذه كلها تكون مستويات الاستروجين بيها عاليه. إذا البيوبرتي إجت متأخرة due to whatever reason، والمنوبوز إجا من وقت،
حتقل الفترة اللي تتعرض بها المرأة إلى مستويات أستروجين عالية، فبالتالي راح تقل الريسك مال بريست كانسر. هاي كانت الاندوكرينال فاكتورز، كلش كلش مهمة، رجاء ضبطوها. ريسك فاكتور الاخ عندنا هو البريفيوس راديشن. هاي قبل كانوا يعالجون الهوتشكن ديزيز بدوزات عالية من الراديوثيرابي، بعدين انتبهوا انه هالشي يزيد النسبة مع الكانسر، فبطلوا يستخدموا يعني هذا النوع من التريتمنت انقرض. واخير فاكتور عندنا خلينا نرجع له اللي هو الجيوغرافي. شافوا انه البراس كانسر انسيدنس مالته اعلى بالويسترن كونتريز، بالدول الغربية، وهالشي له عدة اسباب. اولا الالكوهول انتيك هناك عندهم اكثر من عندنا بهواية، هاي نقطة. ثاني شغلة، النساء الغربيات ما يحملن قد النساء بالعراق، يعني مثلا اذا منتبهين اهاليتنا قبل كل مرأة كانت تجيب 7 و8 و9 جهال. احنا قبل شوية قلنا انه البريجنسي والبراس فيدنج اثنين يحمن ضد البراس كانسر، فهالشي قلل من مستويات البراس كانسر بالمجتمعات الشرقية وخلاها تكتر بالغربية. وسبب اخر كلش كلش مهم، انه بالدول الغربية اكو سكرينينج، احنا هنا بالعراق ما عندنا سكرينينج فور بلاس كانسر، فطبيعة الحال حتزداد كيسات البلاس كانسر اللي تتشخص هناك، بينما بلدان العالم الثالث هواي كيسات تبقى بدون تشخيص. فهاي كلها اسباب تخلي البلاس كانسر اكثر بالوسترن كونتريز. Put that in mind. Pathology. خلينا نشوف النورمال بلاست تشو من شنو متكون بالضبط. البلاست تشو متكون من شغلتين رئيسيات، اللي هي اللوبيولز اللي وظيفتها انه تفرز ملك، ومتكون ايضا من داكتس اللي وظيفتها انه توصل هذا الملك للنبل. فالبلاست كانسر ممكن يطلع من اللوبيول وممكن يطلع من الداكت. اذا طلع من اللوبيول هذا حنصيح للوبيولار كانسر، وإذا طلع من الدكت فهذا حنصيح له ductal cancer. الكانسر أيضا ممكن يكون in situ وممكن يكون invasive. خلينا نرسم هنا، أكو epithelium وأكو جوا هنا basement membrane هذا بالأحمر. ال in situ cancer معناها كانسر ما مخترق ال basement membrane. ال invasive cancer معناها اخترقه. فإذا صار عندنا 4 مصطلحات لحد هسه، عندنا ductal and lobular cancer، وعندنا invasive and in situ cancer. هذا هو تقسيم البلاس كانسر، يا أما in situ carcinoma يا أما invasive. الان situ بدوره يتقسم إلى ductal and lobular. إذا طلع من الدكت صح نصيح له ductal، وإذا من اللوبيولز حنصيح له lobular. والانفيزف كذلك هم يعني راح نقسمه الى داكتل اند لوبيلا. اسماء اخرى للانفيزف داكتل كارسينوما هي الادينو كارسينوما، مرات يصيحوا لها سيرس كارسينوما، مرات يصيحوا لها نون سبيشال تايب. بيسكلي هذا يصيحوا لها نون سبيشال تايب لان ذني الانواع الاربعه ذني كلهن سبيشال تايبس، اللي هن المادولاري، الانفلاماتوري كارسينوما، التوبيلار كارسينوما والكولويد. ذن يعني كلهن يكونن رير. أكثر واحد عندنا كومن هو الدكتور كارسينوما، ويشكل 80% من الكيسات. honestly هذا التقسيم مو كلش مهم، بس يعني جيد إنه تعرفوه. المهم عندنا إنه نعرف إنه الدكتور كانسر سواء انسايتو أو انفيزيف هو أكثر نوع كومن، وراح يشكل لك 80% من الحالات. خلينا نشوف بعض الملاحظات عن الأنواع اللي ذكرناها. الـ in situ cancer ممكن يتحول إلى invasive cancer in 20% of patients. كعلاج للـ in situ cancer فعلاجه مختلف عليه، كل واحد يقول شيء، ناس تقول لازم يتعالج وناس تقول لا. أكو فد سكورز سووها حتى تحسب يعني عدد من النقاط وتشوف هل هاي patient هل هي high risk low low risk. تفاصيل هاي السكورز يعني للأمانة مو كلش مطلوبة من عندكم. إذا تذكرون بالفيديو السابق قلنا إنه اللوبيولار كانسر is commonly multifocal،
واحتمال حتى يكون بايلاترال نشوفه بالبلاست اثنيناتهم، وهاي الملاحظة مهمة حتى نحفظها. خلينا نسوي نمونيك بسيط اللي هو لوبيولار يبدي بحرف ال يساوي bilateral ويا ال مال bilateral. فلذلك احنا نحب نستخدم ال MRI لل lobular cancer حتى نشوف اذا البلاست اللاخ هم بي كانسر لو لا. مرات جوا الميكروسكوب نشوف الكانسر بي فيتشرز مال ductal و lobular carcinoma بنفس الوقت، فيدزون immunohistochemical analysis حتى يفرقون بيناتهم. تفاصيل هذا الاناليسز هم مو كلش مطلوبة من عندنا. اكو انواع رير من البلاست كانسر، they are usually associated with a good prognosis. خلينا نرجع لهذا السلايد مع التقسيم. احنا قلنا ذني هن السبيشال تايبس، ذني الاربعة، فثلاثة من عندهم they are associated with good prognosis اللي هن المدولاري التوبيولار والكولويد. ذني ثلاثة prognosis مالتهم good، بس عندنا special type واحد هذا associated with very poor prognosis اللي هو ال inflammatory cancer. خلينا نشوف شنو ال inflammatory cancer. من اسمه هذا النوع ال special من الكانسر تيجي المريضة عندها features مال inflammation. خلينا نبقى هاي الصورة، نشوف اكو اريديما مثلا هذا الاحمرار، نشوف اكو swelling hotness، نلزم المريضة عندها tenderness، كلها features مال inflammation، يعني ما تخطر على البال انها قد تكون malignancy. أهم differential diagnosis لهذا النوع من الكانسر هو ال blast abscess، هم راح يجي نفس الفيتشرز أو مشابهة إلها. طبعا ال prognosis مال هذا النوع من الكانسر كان قبل very very poor، وأغلب المرضى كانوا يموتون، بس هسه قاموا يستخدمون aggressive chemotherapy and radiotherapy فصار ال prognosis شوية أفضل. The clinical presentation of breast cancer هذا كلش 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 مهم، شكو شي راح نحكي هذا مهم عندنا. Most common presentation of breast cancer is breast lump and this is common sense، اكيد راح تجيك breast lump. Recent nipple changes، تغيرات حديثة تصير بالنبل، ممكن يعني يتغير شكل النبل، اتجاهها، ممكن يصير بيها retraction. Retraction معناها انه النبل فايته لي جوا، وهذا بيه نوعين، يا اما يكون slit like يصير هيك على شكل خط، او يصير circumferential يصير هيك شكل دائري. بس اذا نباع على هاي الصورة هنا اذا ننتبه انه النبل صار بيها retraction وعلى شكل دائرة فهذا circumferential. اللي associated with breast cancer هو circumferential type مو slit like. Slit like هو not usually associated with breast cancer، فحتى نحفظها ال circumferential وال cancer اثنين يبدأ بحرف ال C. Clinical feature look هي ال nipple discharge. ال discharge بالبلاست ممكن يكون serous شفاف أو شبه شفاف، ممكن يكون milky، ممكن يكون purulent، واحتمال حتى يكون bloody. فال bloody هو اللي associated with cancer مثل ما نشوف في هاي الصورة. Skin changes such as dimpling. ال dimpling معناها هيج فتخسفة صايرة بالسكن وفايتة اللي جوا، مثل ما نشوف بهاي الصورة هنا. إذا تنتبهون إنه السكن هنا عبالك فايت لي جوا، هذا نصيح له dimpling and it is associated with breast cancer. خلينا نشوف ليش دا يصير هذا. إذا نباع على هاي الصورة أكو فد ligaments بالبلاست اسمهن Cooper's ligaments. ذن ال Cooper's ligaments وظيفتهن إنه يسوون structural support للبلاست. إذا صار invasion لل Cooper's ligament by cancer هذا الكوبر ليجامنت حيبدي يسحب السكن اللي جوا، فيصير عندنا هذا الدمبلنج. رجاء حفظوها لهاي الباثوفيزيولوجي لان شايف وايد دكاتره يسالون بيها بالاورال اكزامز. نشوف ايضا كسكن تشينج نشوف ulceration. خلينا نشوف ليش يصير ulceration. اذا هاي التيومر وهاي فد سكن صاير فوق التيومر، التيومر ما راح تبدي تكبر بالحجم، راح تبدي تضغط على السكن اللي صاير فوقها واحتمال تقطع البلود سبلاي مالته. من راح ينقطع البلود سبلاي راح يصير اكو نكروسز، وحتبدي هاي السكن كله يبدي يتفسخ ويتاكل، فتطلع عندنا بهذا الشكل اللي هو بهاي الصوره. هسه تشوفون هاي الصوره تقولون يعني
شلون المريضة مثلا ما راح تحس على روحها بحيث توصل لهاي المرحلة وهي ما مراجعة طبيب مثلا؟ يجوز ما تصدقوا من اقول لكم انه كلش هواي كيسات بالمستشفى حتشوفوها بهذا الشكل، لان المريضات العراقيات يعني للاسف مو كلش يهتمن بصحتهم، وخصوصا ذني الحجيات الكبار، فتشوفون انه الكانسر واصل لهاي المرحلة وهن ابد ما مراجعات عليه. يعني انا فاحص حالتين مع البراس كانسر بالمستشفى واثنينهن كانن بهالشكل، يعني الله لا يراويكم المنظر هيجي، فد منظر كلش مخيف، و يعني هيجي ريحة كلش غريبة دا تطلع من عنده. ف يعني it is recommended انه دا تفحصون براس كانسر حاولوا تلبسون جفوف وكمامة يعني حتى تتجنبون هيج مشاكل. ممكن ايضا كسكين تشينج نشوف dilated veins. dilated veins ليش دا تصير؟ التيومر تحب البلاد، فالبلاد فازلز مالتها حتزداد، راح نشوف الفينز اوضح. ممكن نشوف ايضا pain، يعني مو common feature، فقط 5% من الحالات نشوف بها pain، وهاي النسبة همين تنحفظ. بود اورانج، طبعا لا تضحكون على اللفظ مالتي لان انا ما دارس فرنسي ترى، هاي الكلمة فرنسية معناها اورانج سكين، قشرة البرتقال. فهنا السكن حيصير بالضبط شكله شكل قشرة البرتقالة مثل ما دا نشوف هنا بالصورة. هسه تقولون ليش دا يصير بهالشكل؟ نورمالي خل نرسم هنا السكن هذا شكله، خلاله تمشي اكو سويت داكتس اللي مسؤولة عن انه تطلع السويت. من حيصير كانسر احتمال تنسد الليمفاتكس مال السكن، من حتنسد حيصير اكو اديمة بالسكن، وهاي الأديمة راح تنفخ كل الجلد عدا المكان مال السويت داكتس، راح تبقى ما منفوخة، فراح تطلع عنا بهذا الشكل. والفيتشر الأخيرة عندنا هي lymphatic and bloodborne metastases، يعني مثلا نشوفك عنجرات بالأبط تمثل لنا ال enlarged axillary lymph nodes، أو مثلا إذا الكانسر كان advanced نشوف dyspnea إذا الكانسر مثلا وصل لللنجز، يعني إلى آخره من الفيتشرز. فهاي كانت الكلينيكال فيتشرز، رجاء ضبطوها، شكو شي قلناه مهم وأريدكم تسجلوا يومكم، يعني حتى الباثوفيزيولوجي مال بودورانج حفظوها لأن شايف بعض الدكاترة يسألون بيها. يجوز أحد انتبه بيكم أنه هاي النسبة مال 5% وايد تكررت علينا بهاي المنزون، صار 3 مرات تتكرر عندنا. قلنا انه 5% of breast cancer presents with pain، و 5% of breast cancer is associated with a gene mutation، و 5% of breast cancer is missed by mammography. فخلي نسميها الهاية rule of 5 of breast cancer، يعني هذا الاسم لا تحكوا قدام اي دكتور، لا تهاني جبتها من يمي، يعني ايش بس سويته حتى نسهل حفظ هاي النسب. نقدر نضيف عليه ايضا ال 0.5% اللي هي تشكل لك النسبة مال male breast cancer من ال total cases of breast cancer، هم تقدرون تضيفون عليها هاي. اكو ملاحظة تقول هم من هاي مهمة ويسألون بها بالعملي، انه ال breast cancer ممكن يكون ب any quadrant of the breast، بس اكثر شيء راح نشوفه بالاوتر ابر كوادرنت، هنا 60% من الحالات تقريبا. ثاني اكثر مكان نشوفه به هو الابر انر كوادرنت تقريبا 12% من الحالات، وايضا بيهايند ذا نيبل هم 12% من الحالات. يعني النسب مو كلش لحفظ، بس عرفوا انه هو اكثر شيء بالابر اوتر كوادرنت. السبريد اوف بريست كانسر ممكن يكون لوكال سبريد، ممكن يكون lymphatic spread للaxillary والinternal mammary lymph nodes، واحتمال يكون by bloodstream ويروح لأي مكان بالجسم تقريبا. ورا ما نشخص البلاس كانسر لازم نسوي staging، نشوف الديزيز وين واصل ليا مرحلة. هالشي ما حيفيدنا فقط بالبروغنوسز وإنما أيضا بالتريتمنت. عندنا قاعدتين ذهبيات بالتريتمنت مال البلاس كانسر، يقولن انه الـ treatment of early cases السيرجري احنا راح نستخدمها تكون beneficial،
بينما الـ treatment of late cases فالـ surgery is not used and systemic therapy should be used instead. يعني كأنه يكون كيمو أو هرمونال ثيرابي. وفد شوية وحنشوف تفاصيل كل ذني، بس أريدكم تخلوا لي ذني قاعدتين الذهبيات ببالكم. أدري هسه كلكم اخترعتوا دا تقولون هذا بس لا مطلوب. حقيقة I have some bad news. سنتنا جابونا MCQ على هذا الـ TNM staging، وأغلبيتنا يعني ما كنا قاري لأن هو ما مذكور بيلي أصلا، فهواية غلطوا بيه. يعني هذا هو مو سهل، فكيفكم بعد إذا أجبكم تقروه أو لا. بس خليني نشرح شوية عليه. الـ TNM staging هو فد staging system بي ثلاث أقسام، هي T, N and M. الـ T stands for tumor extent، الـ N stands for nodes أو lymph nodes، والـ M stands for metastasis. يعني يشوفون مثلا بالـ T شقد حجم الـ tumor وين واصلة وينطوها في الرقم، يعني مثلا T2 أو T3. ونفس الشيء بالنسبة للـ N والـ M. طبعا مو كل تفاصيل هذا الجدول لازم تحفظوها، يعني مثلا T4A و T4B و T4C يعني بالغالب ما تجي، فتقدرون تغلسون عليها. مثلا نقدر نحفظها بهاي الصيغة المبسطة، خلينا نحاول نحفظها سوية. بالتي نحفظ رقمين فقط اللي هن 2 و5. التيومر إذا كانت أقل من 2 سنتيم فهاي T1، إذا بين 2 و5 سنتيم فهاي T2، وإذا أكثر من 5 سنتيم فهاي T3. إذا كانت واصلة للسكن أو للشست وول فهاي راح نعتبرها T4. فهنا نحفظ رقمين فقط 2 و5. بالنسبة للليمف نودز N0 هاي ماكو ليمف نودز انفولفد أصلا، N1 and N2 ذني 2 هن axillary ليمف نودز، بس الفرق انه N1 mobile axillary lymph nodes و N2 fixed axillary lymph nodes. ال N3 معناها supraclavicular lymph nodes involved. خلينا ناخذها قاعدة ان supraclavicular nodes اذا منفوخة فهاي معناها late stage cancer. بالنسبة لل M اخير شيء، ف M0 معناها انه ماكو متاسسز، و M1 معناها اكو متاسسز. طبعا أنا جدا أعتذر but I have more bad news. السؤال اللي أجانا إحنا ما أجا من ذاك الجدول، أجانا من هذا. بس حتى نفتهم هذا الجدول لازم نفتهم ذاك بالأول. خلينا نشوف هذا الجدول شنو وشنو السؤال اللي أجانا عليه. هسا نفترض أنطينا وصف الفد تيومر على أساس الـ TNM staging إنها T3 N1 M0. هاي احنا بعدنا ما قلنا الستيج مال التيومر. ستيج معناها هل هي ستيج 1 لو ستيج 2 لو 3 لو 4. حتى نعرف الستيج اكو كومبينيشنز معينه مال تي ان ام ستيجنج تقول لك شنو هذا الستيج. يعني مثلا اذا كانت التيومر T2 N0 M0 ها راح نعتبرها ستيج 2. مثال لاخ اذا كانت T3 N1 M0 ها راح نعتبرها stage 3، وهكذا يعني البقية الكومبينيشنز. خلينا نحل السؤال اللي اجى بسنتنا. After examination of a patient, the surgeon decides it's stage 2 breast cancer because الخيار الأول breast mass with ipsilateral fixed axillary lymph nodes. Fixed axillary lymph nodes معناها high N2. إذا نرجع على الجدول مالتنا فالـ N2 معناها هاي التيومر stage 3 وفوق مثل ما نشوف، ما ممكن إنه تكون stage 2، فهذا خيار خطأ. الخيار B breast mass with ipsilateral mobile supraclavicular lymph node. قلنا supraclavicular lymph node معناها هاي N3. إذا نشوف الجدول مرة لخ فهاي هم يعني الـ N3 معناها stage 3 وفوق، همين ما ممكن انه تكون ستيج 2. خيار C breast mass 2 to 5 سنتيم، هاي هسه خلينا نرجع لها شوي لان هو هذا الخيار الصح. D
tumor fixed to the skin. إذا التيومر fixed to the skin معناها high T4. T4 همين معناها high stage 3 وفوق. خيار E, there is tumor metastasis. هاي معناها M1. ناخذها قاعدة إنه بس نشوف أكو metastasis فخلص هاي التيومر stage 4 اللي هي أسوأ stage. الخيار C يقول breast mass between 2 to 5 سنتيم معناها high T2. T2 هو هذا الخيار الصح. إذا نرجع للجدول فال T2 ممكن أنه تكون stage 2. فهذا السؤال اللي أجاب سنتنا. خلي ننهي الفيديو هنا لأنه صار شوية طويل ونكمل البلاس كانسر بالبارت 3. As always, thank you so much for watching this video and good luck.